الانطلاقات مستمرة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وشوطنا الثالث ثمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه. ثالث الأشواط وخاص هذا الشوط هنا أيضا بانطلاقة وتحديات البكار، هنا ثاني أشواط البكار ونسير معكم بهذه الانطلاقة. نسير هنا مع الشاهينية لفايل بن سالم بن علي العويسي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول والمركز الثاني والمركز الثالث أيضا، ثلاثية جميلة تنطلق بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي الجميل، بينما القادمة في هذه اللحظات الشاهينية محمد بن هلال بن سالم بن عبيد بالعرط الحميري من تنطلق على المركز هنا الرابع وعلى المركز الخامس. المركز الخامس والقادمة أيضا الشاهينية محمد بن هلال بن سالم بن عبيد بالعرط الحميري من تأتينا على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي. هنا أيضا الجميل نسير هنا بهذه الانطلاقة، نعود مع اللي غيرت على الصدارة على المقدمة الشاهينية، غيرت على الصدارة وعلى المركز الأول محمد بن هلال بن سالم بن عبيد بن عرطي الحميري من تنطلق بالصدارة بالمقدمة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني الشاهينية فايل بن سالم بن علي العويسي، وعلى المركز الثالث الشاهينية محمد بن هلال بن سالم بن عبيد بن عرطي الحميري المنطلقة بهذا الانطلاق والشاهينية. خالد بن حمد بن راشد النعيمي تأتينا على المركز الرابع وخامس المراكز الشاهينية فايل بن سالم بن علي العويسي. هذه هي النتيجة للخمسة الأسماء الأولى، وخلف الخمسة المراكز أيضا أسامي تتواجد للانطلاق وبهذا التحدي الجميل. نعود مشاهدينا الكرام بعد منتصف المسافة، نعود إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول. نتابع مشاهدينا الكرام هنا الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع الشاهينية هنا لمحمد بن هلال بن سالم بن عبيد بن عرط الحميري، هي المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول، سيطرة فعالة بمقدمة هذا الشوط، منطلقة بالمركز الأول مندفعة تبغي السلام هنا لأهالي المرموم، هنا من المرموم للمرموم بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي الجميل وانطلاقتها على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ما شاء الله انفراد رائع وجميل رائع للغاية. هنا المركز الثاني وغيرت مشكورة مسفر بن علي بن مسفر الخيالي من غيرت على المركز الثاني والمركز الثالث الشاهينية خالد بن حمد بن راشد النعيمي، ولكن الصدارة الصدارة وآخر 600 متر ما تبقى على نهاية هذا الشوط. هنا وانطلاقة الشاهينية على الصدارة وعلى المركز الأول بدون أي أوامر شبه أوامر، هنا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول صدارة هذا الشوط. ما شاء الله على هذا الأداء الجميل وهذا الرقص الممتاز هنا للشاهينية محمد بن هلال بن سالم بن عبيد بالعرطي الحميري. هانينا سلام للمرموم، سلام هذا الانطلاق وهذا التحدي الجميل هنا بدون أي أوامر، بدون أي أوامر، هنا أوامر هنا أيضا تلقائية وأداء جميل، ولحظة وصولها واقترابها لا خط النهاية. تهانينا هناك أيضا لأبو محمد هلال بن سالم بن عبيد بن عرط الحميري، أيضا تهانينا لك والناموس. لحظة الوصول مركز الثاني مشكورة مسفر بن علي بن مسفر الخيري، المركز الثالث هملولة لأحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي من وصلت في المركز الثالث، والمركز الرابع الخالد بن حمد بن راشد النعيمي. والتوقيت الزمني 4 دقائق
التوقيت الأفضل وأربعين ثانية بدون أي أوامر ما شاء الله، عرض جميل ورائع للغاية. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز لمحمد بن هلال بن سالم بن عبيد بن عرطي الحميري.